بعد أن وافقت منظمة الغذاء والدواء الأمريكية على لقاحي فايزر وموديرنا، وبعد أن تعاقدت الحكومة الأمريكية على أكثر من 100 مليون عبوة بشكل مبدئي، كما بدأت بأولى الجرعات والتي وصلت للثلاثة ملايين عبوة يوم الاثنين الماضي، فإنه يبدو أن للمواطنين رأي آخر. عندما يكون اللقاح متاحا للعامة سوف أحصل عليه، خاصة لشخص مثلي يعيش في مدينة نيويورك حيث الزحام. أريد هذا اللقاح في أقرب وقت ممكن. لن أخوض تطعيم كورونا ولا حتى تطعيمات الأنفلونزا. ليس مسألة ثقة، ولكن لا أريده. لقاح الأنفلونزا مثلا كل عام قد يؤثر أو لا. دفعت الإدارة الأمريكية ملياري دولار لشركة فايزر ومليار ونصف المليار لشركة موديرنا، وذلك لتأمين اللقاحات اللازمة للمواطنين، والتي بدأت في التطعيم لهم بالفعل في 14 من شهر ديسمبر الحالي، لتستمر هذه العملية لشهر يوليو من العام القادم كما يصرح المسؤولين. ما بين مؤيد ومعارض ومشكك في مسألة اللقاحات، ينقسم الشارع الأمريكي على نفسه، فيما تبذل الحكومة جهدا كبيرا في طمأنة الناس. ياسر نور الدين، إكسترا نيوز، نيويورك.